همسات روحية، زمن شرير. لو استطاعت الأشجار والأرصفة والشوارع أن ترى وتسمع وتحس ما يجول هنا وهناك، لاختارت أن تكون في مكان بعيد عن البشر، لاختارت الصمت في مكان مجهول. يا أخي، هذا زمن شرير لم يبقى فيه مكان للأمان والسلام. ليتني أجد نصف تفسير لما يحصل، وليت عقلي لا يفكر، ليته محاط بالفراغ ليس يربطه شيء. أبواب الجحيم لن تقوى عليها. الإرش مندريد، سابا حوراني. كي